الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم شباب في حصة الحاسب الآلي ولقاء متقدم ثانوي شعاع المعرفة مع مدرس الحاسب الآلي سامح أحمد مدرس ثانوي شعاع المعرفة. تكلمنا مع بعض الشباب عن الشركات وتعريف الشركات وتعريف الشركات الإلكترونية وتعريف شركة الحاسبات وأنواع شركة الحاسب الآلي من حيث التوزيع الجغرافي، وتكلمنا عن شركة محلية وشركة شخصية، شبكة مدنية، شبكة إنترنت، تكلمنا عن الكلام ده كله، وعرفنا شبكة الحاسب الآلي، قلنا إن شبكة الحاسب الآلي هي عبارة عن مجموعة من الوحدات التي تتصل مع بعضها بوسائل اتصال قد تكون سلكية وقد تكون لاسلكية، وده جزء درسنا النهارده ازاي بنوصل الوحدات او اجهزة الكمبيوتر في شبكة الحاسب الآلي مع بعض. عندي مجموعة اتصال شباب ومجموعة ادوات اتصال، مجموعة سلكية ومجموعة لاسلكية. النهارده نبدا نتكلم عن انواع الاجهزة المستخدمة او انواع الاجهزة المستخدمة في ربط شبكات الحاسب الآلي. طيب ايه هي الاجهزة اللي ممكن استخدمها مع بعض علشان اربط مجموعة اجهزة مع بعض في شبكة الحاسب الآلي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض شباب. اول مكون عندنا لربط اجهزة شبكات الحاسب الآلي، رقم واحد بطاقة الشبكة، او احنا بنسميه باللغة العامية كارت الشبكة. كارت الشبكة وكارت الشبكة من العناصر المهمة جدا جدا في تكوين شبكة الحاسب الآلي. كارت الشبكة ده يا استاذ مكانه فين؟ انا عايز اعرف الشكل عامل ازاي، مكانه فين؟ طيب بكل بساطة كده، انت لو جبت اي جهاز كمبيوتر هتلاقي فيه كارت خارجي او كارت في ظهر الجهاز عبارة عن فتحة انت بتوصل فيها سلك الشبكة او سلك الانترنت. ده الجزء الخارجي اللي ظاهر من كارت الشاشة، او ده الجزء اللي ظاهر من كارت الشاشة، ولكن كارت الشاشة او كارت الشبكة اسف كارت الشبكة. كارت الشبكة هو جزء اكبر من كده، عبارة عن شريحة مستطيلة الشكل فيها مجموعة من الايسيهات والمقاومات والكلام ده كله داخل جهاز الكمبيوتر واصل على المذر بورد او اللوحة الام. تمام، اللي ظهر لنا منه هو عبارة عن فتحة صغيرة اسمها فتحة RG دي اللي موصل فيها السلك بتاع كارت الشبكة او سلك الانترنت. طيب فايدته ايه يا استاذ؟ فايدته يستخدم لربط جهاز الحاسب الآلي بقناة الشبكة، يستخدم لربط جهاز الحاسب الآلي بقناة الشبكة، وهو المسؤول عن كافة عمليات التراسل والتحكم في التوصيل إلى الشبكة. المرة الثانية مكانه فين يا أستاذ؟ مكانه داخل جهاز الكمبيوتر على المذر بورد. تمام، اللي بيظهر منه في الخارج هو عبارة عن فتحة صغيرة دي اللي أنا بقدر أوصل فيها سلك النت أو سلك الشبكة بتاعي. يبقى رقم واحد في الأجهزة المستخدمة لربط أجهزة شبكات الحاسب الآلي هو كارت الشبكة. طيب رقم اثنين جهاز مهم جدا 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 هو جهاز المودم. جهاز المودم بيقوم بعيده ايه؟ بيعمل ايه؟ ايه اللي انا بستخدمه فيه؟ طيب بيقوم بربط اجهزه الحاسب بخطوط الهاتف. يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ يعني هو من الخلاصه هو ده الجهاز اللي بيحصل منه على اشاره الانترنت لو انا هوصل انترنت. تمام؟ او هوصل خطوط الهاتف او الهاتف الرئيسي بجهاز الكمبيوتر عشان اقدر ادخل على الانترنت. يبقى جهاز المودم هو جهاز يقوم بربط اجهزه الحاسب بخطوط الهاتف وتعديل الاشارات الرقميه الصادره عن الحاسب بما يتناسب مع البيئه الهاتفيه، البيئه التوافق ما بين جهاز الهاتف وجهاز الحاسب او التليفون الثابت وجهاز الحاسب. طيب المودم ده قد يكون سلكي او لاسلكي، يعني في منه انواع توصل بسلك ومنه انواع وايرلس او بدون سلك او لاسلكي. تمام يا شباب؟ رقم ثلاثه جهاز المجمع. رقم ثلاثه جهاز المجمع او احنا بنسميه النتورك هاب، جهاز المجمع او النتورك هاب. يستخدم هذا الجهاز لربط وتوصيل قنوات الشبكه ببعضها البعض. طيب يا استاذ المودم مهما يكون جهاز المودم اللي احنا لسه بنتكلم عليه من شويه مهما يكون هيكون فيه كم عدد بورتات؟ كم بورت موجود فيه؟ يعني ممكن تلاقي في بورت واحد، اربع بورت، خمسه بورت على اكثر. طيب انا عندي شبكه اكبر من كده، انا عندي مجموعه اجهزه قد تصل الى 15 جهاز او 20 جهاز، هعمل ايه؟ ما عنديش في المودم الا 4 بورت بس، الحل ايه؟
هقول لك الحل بسيط جدا، هتخرج سلك من المودم توصله في جهاز المجمع، وجهاز المجمع ده هيقوم بربط وتوصيل قنوات الشبكه ببعضها البعض، تمام؟ ويقوم ببث الاشاره الوارده من احدها الى جميع القنوات دون تمييز. يبدا يوزع هو الخط او الشبكه او يوصل الشبكه ببعضها. طيب الجهاز اللي رابع معايا النهارده هو جهاز المبدل. جهاز المبدل هو جهاز اشبه ما يقول بجهاز المجمع، برضه مهمته يقوم بربط قنوات متعدده للشبكه ببعضها البعض، ولكن هو ممكن هنا يقوم بحته تنظيميه شويه، بينظم الاشارات اكتر من جهاز المجمع. طيب تعال نشوف كده مع بعض بقيه المكونات اللي انا ممكن استعملها في ربط الشبكه. رقم خمسه الجهاز اللي ممكن يكون موجود معايا هو الجهاز الجسر. جهاز الجسر فائدته يقوم بربط شبكتين محليتين معا، يقوم بربط شبكتين محليتين معا، خلاص؟ طيب الجهاز السادس معايا هو جهاز المحول. جهاز المحول هو يقوم بنفس وظيفه جهاز الجسر بالاضافه الى الاتصال بالانترنت، بالاضافه الى الاتصال بالانترنت. ده كان الست اجهزه التي تستخدم لربط اجهزه الحاسب الالي بالشبكه او لعمل الشبكه. شكرا لكم يا شباب، معانا ان شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خير، نتقابل على خير ان شاء الله. شكرا.